كنوز الدراما. أصل الراديو، أصل الراديو. سيداتي وسادتي، نواصل الحديث مع معالي وزير الصحة الدكتور عبد الرحمن نصار. معالي الوزير، اسمح لي أن أسأل سيادتكم أسئلة سريعة وقصيرة تتطلب إجابات من نفس النوعية. تفضلي. ما هي الصحة؟ أعظم نعمة. والمرض؟ إرادة الله. الطفولة؟ أحلى أيام العمر. رياضتك المفضلة؟ المشي والسباحة إذا سمح الوقت بذلك. والطبيب المثالي؟ الطبيب الإنسان. المجد؟ مشوار ليس سهلا وقد يكون ثمنه غالي. أقرب الأبناء لقلبك؟ الصغرى بالطبع. لما؟ لأنها الصغرى ولظروفها الصحية. معالي الطبيب الوزير، هل هناك طبيب للأسرة سواك؟ لا يوجد طبيب معين، ولكن بالنسبة للابنة الصغرى يوجد. من هو؟ الدكتور عادل أبو المجد، فهو موضع ثقة المطلقة. شكرا سيادة الوزير. الفنان والنجم عمر زهني، حمدا لله على شفائك. أشكرك. يبقى سؤال قبل أن ننهي الحديث. اتفضل. هل تريد أن تقول شيئا ما لأي إنسان من خلال البرنامج؟ يريد تسمحي لي أن أوجه الشكر إلى الجراح العبقري دكتور عادل أبو المجد، وبالطبع أنا بشكر كل من سأل عني من جمهور العزيز أثناء فترة مرضي. دكتور عادل أبو المجد، الطبيب وجراح الأعصاب الشهير، ما عمرك؟ 48 سنة. ما السر، إن كان هناك سر، أن اسمكم متداول بين مشاهير رجال السياسة والفن والصحافة؟ نوع من الثقة والارتياح، مش أكتر. هل هذا يسعدك؟ أنا يسعدني خدمة أي مريض. إذن اسمح لي بسؤال آخر. اتفضلي. مع احترامي الشديد لكفاءتك التي يشهد بها الكثيرون، هل ثقة وارتياح نجوم المجتمع في طبيب معين تضعه على طريق الشهرة بصورة أسرع؟ في رأيي أن حب المهنة والإخلاص لها هو الشيء الأساسي على طريق الشهرة. عزيزي الدكتور عادل أبو المجد، إذا فرض ورشحت لمنصب اجتماعي أو سياسي كبير، هل تقبل أم تخشى أن يؤثر ذلك على تفرغك لمهنتك التي عشقتها كما قلت سابقا؟ هذا توقف على رأيي في نوعية المنصب. شكرا دكتور عادل أبو المجد. المجد. المجد تمثيلية في سهرة، كتبها للإذاعة حسن أحمد إمام، إخراج عاطف دوارة. مديحة. نعم يا عادل. لو سمحتي حضري لي شنطة الهدوم. شنطة الهدوم؟ ليه؟ هو أنت مش راجع في نفس اليوم؟ افتكرت إن في مؤتمر سياسي بالليل ولازم أحضر. لازم؟ ولازم ليه؟ أيوة لازم. غريبة دي يا مديحة؟ لا ولا غريبة ولا حاجة. يا مديحة يا مديحة، ده مؤتمر سياسي، يعني حضوره يعتبر شيء مفيد بالنسبة للمركزي. مفيد لك كطبيب يعني؟ والنبي بلاش تريقة يا مديحة، انتخابات النادي والنقابة على الأبواب، وأظن أنت فاهمة وعارفة قصدي كويس. أنا اللي أنا فاهماه وعارفاه إن حضرتك عندك بكرة الصبح تلات جراحات مهمة يا دكتور عادل. أيوة في تلات جراحات يا دكتورة مديحة، لكن مش بالأهمية اللي أنت متصوراها. والله أنا لما مضيت الصبح في قسم الجراحة لقيتك معلم عليهم بالأحمر، ففهمت إن هم مهمين. تعرفي أكبر غلط إن الدكتور يتجوز دكتورة وكمان يعودها إنها تتدخل في شغله. طب من غير زعل، ممكن يا حبيبي أعرف ليه هم مش مهمين؟ والله ده تقديري أنا كطبيب أقدم منك وكرئيس للمستشفى، ولا عندك رأي تاني؟ في الحقيقة عندي، بس خايفة تزعل مني. لا مش هزعل. قولي قولي يا ست مديحة. لأن اللي هيعملوا العمليات دول شخصيات مش مهمة. إيه ده بقى؟ معنيته إيه الكلام ده؟ معناه إن أنا لما حبيت الدكتور عادل أبو المجد كانت كل طموحاته وأماله في مهنة الطب. الطب وبس، المهنة اللي احنا حبيناها مع بعض ومن خلالها حبينا بعضنا. فاكر أيام الكلية يا عادل؟ فاكر طبعا، كانت أحلى أيام، كانت أيام. لكن يا ترى يا عادل، انت بتحب مهنتك دلوقتي زي ما كنت بتحبها زمان؟ ها؟
أنا حاسة إن في حاجات كتيرة قوي دخلت حياتنا بقيت بتحبها أكتر من مهنتك، وده اللي مخوفنا عليك يا عادل. أنت دكتور كبير ومعروف وناجح. كويس قوي إنك قلت كده، كبير ومعروف. أنا بقى هفكرك بحاجة، حاجة مهمة يجوز إنك نسياها. أنا اتنقلت في يوم من الأيام بتليفون من مسؤول كبير ومعروف، ده قبل أنا ما بقى أنا راخر كبير ومعروف، وكان بسبب إن الكبير ده حاول إنه يتدخل في صميم عملي ورفضت، وصممت على رفضي. ساعتها بصيت حواليا ما لقيتش حد جنبي غيرك وزميل لا حول له ولا قوة، وطبعا نفذت النقل، أو بمعنى أدق نفذت العقوبة، عقوبة العصيان، واتحدفت في حتة انت عارفة كنا عايشين فيها ازاي. ايوة عارفة يا عادل، بس اللي حصل ده كان تمن صلابتك واصرارك على الحق، وزيك زي اي انسان قوي كان لازم يدفع التمن، لان البديل كان كبير قوي، وهو انك تفقد نفسك وقيمك ومبادئك. مديحة ارجوك بلاش الشعرات اياها، وانا اعرف احافظ على اسمي ومبادئي كويس قوي، الاتنين اعرف احافظ عليهم كويس، اطمني. ممكن بقى تحضري لي الشنطة؟ لأني لازم أكون في اسكندرية قبل الساعة 12. حاضر. يعني هنأجل عمليات بكرة؟ لا 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 ما تأجلهاش يا ستي، أنا هحاول عشان خاطرك أجي بدري بكرة، وإن مملكتش أجي بدري أظن ملهاش حل غير إنك تأجليها. أمرك أمرك يا حبيبي اللي مغلبني. أنا اللي مغلبك برضو؟ طب ردي على التليفون يا مريم. الو مين يا فندم؟ اهلا شاهين بيه. شاهين بيه هاتي السماعه بسرعه. اهلا اهلا شاهين بيه، صباح الفل. ايه اخبار البورصه والصفقات؟ عال عال الحمد لله، بس سعادتك بقالك مده ما كلمتنيش، احنا مش على البال ولا ايه؟ لا لا اعفيني من الغدا المره دي، لازم بكره يعني كده، ده كل الحبايب جايين بقى. لا بقى يبقى لازم اجي. من جاور السعيد يسعد. باذن الله باذن الله جاي. مع السلامه. الشنطه جاهزه يا دكتور. ميرسي يا حبيبتي. ما تنسيش يا مديحه تطلب المدرس يجي لتغريد النهارده كمان، لازم تطلع الاولى الشهر ده، التانيه زي الشهر اللي فات لا، فهميها كده، بنت عادل ابو المجد لازم تبقى الاولى. حاضر يا دكتور. مش عاوزة حاجة من اسكندرية اجيبها لك؟ شكرا، عايزاك تيجي بالسلامة، بس على فكرة بنت عادل ابو المجد ما شافتش ابوها من اول امبارح. يا من اول امبارح؟ ايوه من اول امبارح. اه فعلا، بس ما فيش داعي تصحيها لاني اتأخرت، سلمي لي عليها وقولي لها اني هجيب لها عروسة كبيرة قوي قوي من اسكندرية. ما تنسيش تكلمي المدرس. باي باي يا حبيبتي. دكتورة مديحة. أيوة حجرة الجراحة جاهزة والدكتور عادل لسه ما وصلش. ها الزمن وجاي. هو هيحضر مؤتمر اسكندرية؟ أيوة دكتور بدر. يبقى مجي ومش مؤكد. إذا ما جاش نأجل الجراحات لبكرة تاني. الحقيقة هو قال لي كده قبل ما يسافر. أنا آسف، أنا ما أقصدش أتدخل في شغله. آسف على إيه؟ ده جزء من شغلك ومن حقك تقلق عليه. فعلا، وهو ده اللي خلاني تقلت في السؤال. لا ولا تقلت ولا حاجة. طيب يا ريت بالمرة تفكر الدكتور عادل بتشكيل لجنة لفتح الصناديق أدوات الجراحة الجديدة، لحسن بقالها شهر مركونة، وبصراحة المستشفى محتاجة لها قوي. الدكتور عادل زي ما هو رئيسك رئيس أنا كمان يا بدر. يعني ايه؟ يعني أنا طبيب التخدير وانت جراح، واللي في الصناديق دي أدوات جراحة. يعني أنا اللي أكلمه؟ بالظبط، ومن حقك ومن واجبك. لا ده كده أنا حطيت نفسي في حارة سد. ليه بس؟ أصل بصراحة أنا قلت له مرة ونسي، مش كده؟ تقريبا، بس أنا عارف طبعا إن مشاغله كتير لأنه أستاذ كبير وله وضعه في الجامعة وبرا الجامعة وفي كل حتة. دكتور بدر ما تلتمسلوش العذر لأنه رئيسك، دكتور عادل ابو المجد مشاغله ما تبرقوش من مسؤوليه تاخير فتح صناديق الجراح، وانا عارفه انها مهمه
والمستشفى محتاجاها جدا. انا فكرت مره زيك، وياريت انت كمان تفكروا وتكلموا مره واتنين، واي حد في المستشفى يشوف حاجه ما تمتش في ميعادها يكلمه بوضوح ومن غير تزويق للكلام، كده نبقى بنحب شغلنا بصحيح. الدكتور عادل ابو المجد كفاءه علميه كبيره. بتاكيد. يبقى ياريت كلنا نساعده، نقف جنبه ونشد اهتمامه للمستشفى اكتر من اي شيء، ويركع عادل بتاع زمان. بابا اتاخر قوي يا ماما. زمانه جاي يا تغريد، على فكره ده هيجيب لك عروسه حلوه قوي معاه. يا ماما يا ماما، انا عندي عرايس كتيره ولهب كتير، انا عاوزه يجي هو، نفسي اقعد اتكلم معاه، ده لما قعدتش اتكلم معاه من اجازه الصيف اللي فات. طب يا تغريد، ايه رايك نقعد نتكلم مع بعض لغايه بابا ما يجي؟ نتكلم. لكن يا ماما ليه دايما بابا كده مش فاضي؟ اصله عنده شغل كتير قوي يا حبيبتي. انا عاوزه لما اكبر ما يبقاش عندي شغل كتير قوي زي بابا. ليه؟ عشان اعرف اشوف ولادي. يا حبيبتي. بابا اكيد بابا. الو بابا، انا زعلانه منك قوي عشان اتاخرت، وكمان مش عارفه اذاكر عشان انت وحشتني. ماما ما معاك اهي. سمعت يا سيدي؟ طبعا كبرت. ايوه دكتور، اجلت العمليات. انت بتتكلم منين؟ من عند شاهين بيه. هنيالك. طب ما تتاخرش المره دي. مع السلامه. ماما انا عاوزه ازور يسري صاحبتي. ليه؟ عاوزه اهنيها، اصلهم اختاروها التلميذه المثاليه الشهر اللي فات، وانا عايزه اهنيها قوي. مفيش مانع، بس ما تنسيش انك وعدتي بابا انك تطلع الاولى الشهر اللي جاي. على فكرة انا مش زعلانة عشان ما طلعتش الاولى، عارفة ليه؟ ليه؟ اصل يسر بتقرا الشعر حلو قوي يا ماما، احسن من اي واحدة في الفصل. تصوري يا ماما ان باباها مات في الحرب، بس هي طيبة قوي وبتحب كل البنات، انا بحبها قوي قوي، وعايز اشتري لها هدية قبل ما زورها. امتى هنزورها يا ماما؟ ها؟ هنزورها الاسبوع ده ان شاء الله، وحنشتري لها هدية حلوة قوي. وما تنسيش، اوعي تنسي تعزميها في عيد ميلادك. طبعا يا ماما، ده حتى اسمها جميل، يسر، مش كده يا ماما؟ يسر يسر. ايوه يا ماما، عندي خبر حلو قوي عشانك. خبر ايه يا ماما؟ حذري فزري. لا والنبي قولي لي على طول يا ماما. قبل النظرة قالت لي. قالت لك ايه؟ قالت لي ان صورة يسر بنتي حبيبتي هتطلع في المجلة الاسبوع اللي جاي. بجد يا ماما؟ بجد يا عيون ماما. وهيكتبوا اسمي تحتها يسر احمد سعد. ايوه يا حبيبتي. يا سلام، لو كان بابا عايش كان فرح قوي قوي قوي. ايوه يا حبيبتي كان فرح قوي. ربنا يخليكي لي يا ماما، ودايما تبقي مبسوطة مني. أنا مبسوطة طول ما أنتي مبسوطة يا حبيبتي. ماما أنا هقول لتغريد عشان تشتري المجلة. لا أنا هشتريها لها وأديها لها هدية، دي كانت بتسقف لي وبتبقى فرحانة بيا قوي كل ما أقول شعر في طابور المدرسة، أنا بحبها قوي يا ماما. هي بنت طيبة ومامتها كمان طيبة. البيزنس الطيبة فيه تغرق تضيع، عشان كده الانتخابات دي لازم تبقى فيها ديب 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 تعلب. المهم تقولي خطتك، لأن انتخابات النادي يا شاهين بي مش هي نهاية المطاف، دي البداية. عظيم. انا رايي اننا ما نكتفيش بتاكيد الصله بالاصدقاء والمعارف بس زي ما بتقول. انا خطتي اني افتح صداقات وعلاقات في كل مكان، مع اللي اعرفه مع اللي ما اعرفوش، مع الحلو مع الوحش، وكل الوسائل مشروعه، لانها معركه وملهاش اسم غير كده، معركه. مفيش مانع، بس ما يكونش على حساب اسمائنا. لا 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 لا، اطمن، أسامينا هتلمع قوي قوي قوي. خلاص شد حيلك يا شاهين بيه، بس اوعى اسمي يتلطف حاجة غلط، أنا تعبت قوي على بال ما عملته. لا 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 ما تخافش. على فكرة ما تنساش توصي على قريبة الباش مهندس كارم. أوصي؟ ده أنا مخصص لها ممرضة لوحدها وبمر عليها بنفسي يوميا. برافو.
كارم له علاقاته الكبيرة والكتيرة، ومن رابع الكبير يكبر عظيم عظيم. مشكرة قوي يا تغريد على هديتك، أنا كان نفسي قوي في مجلد القصص ده، وماما كانت موعداني إنها تجيبهولي أول ما تصرف في المعاش بتاع بابا. على فكرة يا يسر، ماما كانت عاوزة تجيب الهدية حاجة دهب، بس أنا ما وافقتش، أصلي كنت عايزة أجيبها لك من مصروفي. أنا بحب القصص أكتر من أي حاجة في الدنيا، ونفسي لما أكبر أكتب قصة عن بابا والمعركة اللي مات فيه. واحد صاحبه كان معاه في الحرب وقال لي إنها كانت معركة عظيمة قوي، قعد يحكي لي عنها أنا وماما كلام كتير، بس كلام حلو حلو قوي. حلو حلو قوي يا دكتور بدر. هو ايه اللي حلو يا فندم؟ مشاعرك بالطبع تجاه المرضى. متشكر. بس لازم تعرف حاجة انت نسيتها، ان انا مش اقل منك مشاعر تجاه المرضى. انا ما قلتش كده يا فندم. الحاجة التانية اللي لازم تعرفها، ان المستشفى لها مدير واحد اللي هو انا. انا عارف كده يا فندم، وانا ما قصدتش المعنى اللي وصل لسيادتك ابدا. وبرضو عارف انك ما قصدتش المعنى اللي وصل لسيادتي. الاداره يا بدر فن وسياسه، يعني لعبه كبيره قوي، مش مجرد مشاعر نبيله وبس. انا اسم المستشفى يهمني يرن في كل المناسبات. ده عندي نمره واحد. ونمره اتنين؟ نمره اتنين ان صناديق الجراحه الجديده مش هتتفتح ولا هتتركب إلا قبل الاحتفال بيوم المستشفيات بيوم أو اتنين. يعني مش قبل شهرين. فاهم ليه؟ أنا فندم اللي أنا فاهمه أن المرضى في أمس الحاجة للأجهزة دي، أما غير كده مانيش قادر أفهمه. أفهمك، يوم المستشفيات يا دكتور بدر مهم جدا، احتفال، حفلة كبيرة. حفلة كبيرة؟ اوعى تفتكر أنه خاص بالمرضى فقط، ده خاص بينا احنا الاخرين، خاص بينا كلنا. يعني لازم يهمك زي ما يهمني. هيزور المستشفى في اليوم ده كبار المسؤولين ومندوبين من الصحف والمجلات ومن كل اجهزه الاعلام. يبقى لازم يكون في شيء جديد في المستشفى تسلط عليه الاضواء، والجديد ده هو حجرات الجراحه الجديده اللي هتزينها الاجهزه الجديده. اظن دلوقتي فهمتني. يا خساره يا خسارة يا دكتور عادل. مليانة سحاب يا مام، وجهزت مطة، ما تيجي نخرج بكرة أحسن بدل النهاردة. بكرة مدرسة يا حبيبتي، وأنا ما صدقت أبط عشان أجيب لك الهدية يا يسر. أنتي رضاكي عني يا ماما أحلى هدية. أنتي اللي ليا أحلى هدية يا حبيبتي. يلا بقى البسي بسرعة. حاضر يا ماما. حاضر حاضر يا عادل، أنت دايما مستعجل. فين زراير القميص؟ أهي يا عادل، ما هي قدامك أهي. معلش يا حبيبتي معلش، أنتي عارفة انتخابات مجلس إدارة النادي النهاردة؟ عارفة، وربنا يوفقك. ولا عارفة ولا حاجة، تلاقيكي كنت ناسية. ناسية؟ انت مديني فرصة انسى؟ تعرفي لو فزت، وحفوز طبعا بإذن الله، هشتري لك حتة دين عربية جديدة لانج لسه خارجة من الأجنس. دعواتك بقى. طبعا مدام فيها عربية مدعيش ليه؟ بس عشان العربية؟ لا طبعا، انا بدي عشان ترتاح وتفضل الأهم. الأهم؟ ايه هو بقى الأهم؟ المستشفى وشغلك. هنرجع للنغمة اياها؟ نغمة؟ ايوه نغمة، ومليتها كمان. شكرا، وعلى العموم انا اسفة. لا، ما انا مش عاوز كده برضو، انا مش عاوز انزل الا اذا ابتسمتي. حاضر هبتسم اهو كده. كويس اكتر، اديني اكتر على رأي بتوع السينما. والله انت تحير. بكرة تعرف يا حلوة قيمة اللي بعمله ده، وبكرة برضو تعرف قيمة كلامي. انا كفاية عليا اني عارف قيمتك اللي بتزيد عندي يوم عن يوم. ايوه يا اخويا، سكتني بالكلمتين الحلوين دول اللي أنا بسمعهم منك أول مزنوقك في أي مناقشة. منك. طب إيه رأيك؟ أنه كرافتة تليق على البدلة، دي ولا دي؟ ولا دي ولا دي. أنا عاملة لك مفاجأة وجايبة لك كرافتة جديدة ما حصلتش أهي. الله يا السلام، أهو كده تسلم إيدين اللي اشترى. بس على الله بقى يكون وشها حلو.
أكيد. على فكرة أنا هكلمك بالتليفون أول ما تطلع النتيجة، وأنا هحضر لك تورتة هايلة رغم إن أنا تعبانة النهاردة زي ما أنت عارف. ربنا ما يحرمنيش منك. سلام. مع السلامة. شكرا على ثقتكم جميعا، ألف شكر. طلبات الأعضاء كلها النهاردة على حساب الدكتور عادل أبو المجد. أعدكم أعدكم أنني سأكون في خدمتكم جميعا، نعم جميعا بلا استثناء، من أعطاني صوته ومن لم يعطني، فأنا لكم ومنكم. شكرا 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 شكرا. هو في حفلة دكتور ولا لا؟ في طبعا، وحفلة كبيرة قوي إن شاء الله. أهو كده. تليفون مستعجل يا دكتور عادل. ألو. أهلا وسهلا، أهلا معالي الوزير. أهلا وسهلا يا فندم. نعم البنت الصغيرة. لا ألف سلام عليها. لا يا فندم أنا جاي حالا، هبعت أجيب الشنطة وجاي حالا. لا يا فندم أنا معايا عربيتي. حضرتك بتتكلم من الفيلا مش كده؟ ايوه عارفها عارفها يا فندم، انا جيت مره قبل كده، مسافه السكه هكون عند معاليك. دي عمرها ما عملت كده، بقى بالذمه ده وقته ومع راجل مهم زي ده؟ طب يا ريتها كانت مع راجل عادي، كانت انتهت المساله باعتذار بالتليفون. اوه وكمان مطر، يا ساتر يا رب، المطر بيزيد. وبعدين يا عمرها ما عملت كده، حاجه غريبه قوي. الحمد لله الحمد لله اتحركت الحمد لله. عروسه حلوه قوي يا ماما، احلى عروسه جبتيها لي في كل العرايس اللي عندي. بس انتي احلى من كل العرايس اللي في الدنيا. عشان انا بنتك يا ماما يا حبيبتي. انا هخبي العروسه تحت البلطو عشان ما تتبلش من المطر. برافو عليكي، تعالي بقى جنبي عشان نفرد الشمسيه ونعدي الشارع. ماما. نعم يا حبيبتي. انا هشتري لك شمسيه جديده بس مش دلوقتي طبعا، في عيد ميلادك عشان الحق اكون حوشت. ميرسي يا حبيبتي، انا مش عاوزه غير ابتسامتك، ابتسامتك وبس يا نور عيني. ايه ده؟ الدنيا غيمت قوي، الواحد يعني مش شايفه حاجه خالص. اظن هو ده الطريق الاقرب للفيلا، وبعدين ده بيتصلح ومليان مطبات وميه المطر مليان. ربنا يستر، ادوس بنزين لحسن اتاخرت على الراجل. يلا نعدي الناحيه التانيه يسرى عشان ناخد تاكسي لحسن المطر زاد قوي. طب يلا يا ماما بسرعه. يلا يلا يا حبيبتي. حسبي حسبي حسبي. لا لا ايه ده، مش ممكن. يا ساتر يا رب، انا سمعت صرخه. انا عملت ايه؟ دي صرخه طفله وواحده ست. اقف طبعا، لازم اقف. طب اقف ازاي؟ الراجل مستنيني وتأخرت عليه كمان، ده راجل مهم مهم قوي، ولو بنته جرالها حاجة هتبقى مصيبة، فضيحة عليا. أنا داخل على انتخابات تانية، يعني ممكن سمعتي تضيع. أيوة تضيع، كل المجد اللي عملته ده يتهد. بس أعمل إيه أعمل إيه؟ في حل. أيوة في حل، افتكرت، في كشك هناك عند الفيلا، في تليفون. بنتي يسر يسر، اعمل ايه دلوقتي يا ربي؟ الدنيا ضلمه كحل وما فيش صريخ ابن يومين. يسر رد عليا يا يسر، يا رب يا رب تعدي عربيه دلوقتي الحق وجهها مستشفى. يمكن يمكن اعمل ايه في الدم اللي نازل ده كله؟ اوقفه ازاي؟
الو الو الاسعاف؟ مش مهم انا مين دلوقتي، في واحده ست وبنتها مصابين في حادث في شارع متفرع من اول شارع النيل. انا ما اعرفش اسم الشارع، المهم تلحقوهم. ارجوك ارجوك حاولوا تلحقوهم، الحاله يمكن تكون خطيره. انا مين؟ انا مستعجل. كنوز الدراما. يعني الحالة مش خطيرة يا دكتور؟ لا لا يا معالي الوزير مش خطيرة، اطمن. بس حالة التشنج اللي جات لها دي بقالها أكتر من 3 أشهر ما جات لهاش. بس يمكن تيجي تاني، على عموم العلاج اللي هكتبه لها حيال الكتير من احتمالات حدوث التشنج. الحقيقة أنا بتعبك معايا دايما، بس أعمل إيه؟ دايما أنا قلقان على البنت. أنا قلقان أكتر. مالك يا دكتور أبو المجد؟ سرحان في إيه؟ ها؟ إيه؟ في حاجة عاوز تقولها ومتردد؟ قول قول. أنا راجل مؤمن وباخد الأمور بواقعية. لا لا، بنت معاليك حالتها مطمئنة وبتتقدم كمان. مش هو ده اللي خلاني لمؤاخذة سرحت شوية؟ أمال إيه يا دكتور؟ ده أنت لونك مش طبيعي. إيه؟ في إيه؟ لا أبدا مفيش، كل الحكاية إني قول قول يا دكتور، أنا بعتبرك صديق وأخ. متشكر متشكر يا فندم، أنا بس مراهق شوية، وبعدين اتضايقت لأني اتأخرت على سعادتك، كان يهمني أوصل بدري عن كده شوية. بس أعمل إيه؟ المطر والغيام بتاع الجو هو السبب. يا ده أنت إنسان مثالي وحساس جدا. صحيح ونعم الطبيب. مثالي وحساس جدا، يا ترى ده هيكون برضو رأي مديحة لما تعرف اللي حصل؟ لا 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 لا، ده انت محتاج كوباية ليمون فورا. لا 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 معلش، اعفيني معليك المرة دي، انا مستعجل. ده امر وزار يا دكتور، حتشرب يعني حتشرب. اشربي كوباية اللبن يا تغريد. هشرب هشرب يا ماما، بس بابا اتأخر قوي. زمانه جاي بالسلامة ان شاء الله. طب ما تقطعيش التورتة الا لما يجي، يا ريتني كنت عزمت يسر عشان تحتفل بفوز بابا معانا. اشرب اللبن بقى يا تغريد. حاضر يا ماما. لما افتح الشباك اشوف الجو عامل ايه. ياه ده الضباب مالي السما، الظاهر الدنيا هتمطر تاني، ربنا يستر. يا ترى اغير الطريق؟ لا لا، انا عاوز اطمن. يا ترى الاسعاف جت ولا ما جتش؟ عرفوا المكان ولا ما عرفوهوش؟ مش قادر مش قادر امشي من نفس الطريق. طب وبعدين وبعدين؟ اوصل البيت اعمل تليفون للاسعاف تاني. ايوه ايوه هو ده الحل. يا ترى اقدر اخبي على مديحة اللي حصل؟ بس انا عمري ما خبيت عنها حاجه، وطول عمرها واقفه جنبي في كل حاجه. ايوه في كل حاجه. انا تعبان تعبان. يا رب يا رب، يسر ولا تعسر، يسر ولا تعسر يا رب. ايوه، ان بعد العسر يسرا، ان بعد العسر يسرا. يسر يسر حبيبتي، يسر. يا رب الطف بيها الطف بيها وبيا يا رب. يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم. اطلب للدكتور عادل بسرعه التليفون. ده مش موجود في النادي يا فندم. انت الموجود انت الموجود، اطلبه في البيت.
موجود في كل مكان، موجود في كل مكان. رحمتك يا رب، رحمتك يا رب. ألو، مين بيتكلم؟ أنا الدكتور بدر يا دكتورة مديحة. آسفة ما عرفتش صوتك، بس مصدعة شوية. خير يا دكتور؟ أنا اللي آسف، أصل في حالة أنا شايف إنها خطيرة شوية، الطفلة مصابة من خبطة عربية. طفلة؟ يا ساتر يا رب. بس الحقيقة الدكتور عادل لسه ما وصلش، بس هو أكيد على وصول إن شاء الله. مجرد ما هيجي هنزل فورا أنا وهو. خلي حضرتك مستريح، ما هو الدكتور النوباتش بتاع التخدير موجود. لا 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 يا دكتور بدر، ده طفلة، ما نسيبهاش للدكتور لسه متخرج، أنا حاجة بنفسي. متشكر يا دكتورة، إحنا في الانتظار. يا رب يا رب سوقه بالسلامة يا رب. الحمد لله، مساء الخير. خليك زي ما انت، ما تقلعش البلطو. ليه؟ في حالة مستعجلة في المستشفى. حالة؟ حالة ايه؟ طفلة مصابة. طفلة؟ الحمد لله، على الله تكون هي. الحمد لله يعني ايه؟ الحمد لله اني جيت في الوقت المناسب. طب يلا يلا بسرعة. بسرعة بسرعة، كله يجهز. كله جاهز يا دكتور. ايه تشخيصك يا بدر؟ في كدمات شديدة في الدماغ مع قصور وتهتك في الدراع اليمين. بس الطفلة نزفت كتير لانها اتسابت فترة طويلة في الشارع. انا ما سألتكش عن السبب، ثم انت عملت نقل دم ولا لا؟ عملت، بس الكمية الموجودة في المستشفى قليلة وفصيلة الام مش هي. يعني الفصيلة او؟ ايوه يا دكتور. دي فصيلتك يا دكتورة مديحة، استعدي. انا؟ ايوه انت، بس بسرعة جهزي. حاضر. توكلنا على الله. مبروك يا دكتورة مديح، الجراحة ما شاء الله. ربنا يكمل شفاها على خير. تصور ان البنت دي عزيزة جدا عليا، زي تغريد بنتي دي طالعة الاولى على مدرستها. ان شاء الله هتقوم بالسلامة، بس يا ريت كانت الاجهزة الجديدة راكبة وجاهزة. مالك يا دكتور بدر، سرحت فيه؟ لا 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 لا، ما فيش يا دكتورة. طيب انا في اوضة الدكتور عادل لو عزتني. عارف البنت دي طلعت مين يا دكتور عادل؟ لا طبعا، مين؟ دي يسر، الصديقة الوحيدة لبنتك تغريد. يسر؟ مش معقول، مش ممكن. انت متأكدة؟ طبعا متأكدة، انا عارفاها كويس. امها يا عيني منهارة في الاستراحة، انا رايحة لها اقعد معاها شوية، وريت انت كمان لما تفضى تيجي تقول لها كلمتين يهدوها. طبعا طبعا. مديحة، مديحة. أيوة سمعاك، بتزعق ليه؟ سمعاني لكن ما جيتيش. كنت في أوضة التغريد والبنت نايمة. أنا آسف. إيه في إيه خير؟ مفيش مفيش، اديني علبة سجاير لو سمحتي من التلاجة اللي جنبك. سجاير تاني؟ أنت يا عادل دخنت بعد الجراحة كتير قوي في مكتبك. أنا هجيب لك كوباية لبن دافي قبل ما تنام. مديحة اديني علبة السجاير. حاضر حاضر، بس مفيش جهة العصبية دي. ايه مالك؟ طمني، انت عمرك ما دخنت في اوضه النوم؟ مديحة. نعم. اقعدي جنبي شوية. اديني قعدت يا سيدي. تغريد نايمة مش كده؟ ايوه نايمة. تكونش قلقان عشان يعني رد الفعل عندي تغريد لو عرفت اللي حصل للمسكينة يسر؟ ها؟ على العموم انا ناوية ما وديهاش المدرسة بكرة، لان انا مش عاوزاها تعرف من المدرسة. انا اللي هقولها، بس هقولها على مراحل. بس عارف يا عادل، انا نفسي يلاقوا السواق الجبان اللي عمل عملته دي وجري. سواق؟ ان البنت حالتها ما تطمنش. انا متهيالي ان حال دراعها يعني. ادعي لها يا مديحة، ادعي لها. والله بدعي لها، ومن ساعة ما خرجنا من المستشفى وصورة امها ما بتفرقش دماغي. قوم قوم ننام بقى،
ده النهار قرب يطلع. مش هنام مش هنام. ايه بس يا عادل في ايه؟ مالك مالك اتكلم. ما انا قلتلك اقعدي جنبي شوية عشان عاوز اكلمك، لكن حضرتك عاوزة تنامي. حاضر ما تزعلش نفسك، حقك علي. اديني قعدت. انت طبعا ما عندكيش ادنى توقع باللي انا عاوز اتكلم فيه. بالظبط لا، لكن ابتديت استنتج. تستنتجي؟ ايوه. ايه قولي. انا بقول ان اجهزه الجراحه القديمه تعبتك وما حققتش النتيجه اللي احتمال كان نفسك توصل لها، وده بالطبع بيألمك وبيوترك. بس ده جزء من الحقيقه. بس انا فعلا مع البنت دي بالذات كنت احب تكون الجراحه 100%. عارفه ليه؟ طبعا عشان صاحبه بنتك. لا امال ليه؟ عشان انا السبب في كل اللي حصل لها. انت لا انا مش فاهمه حاجه خالص. انت لا مش معقول مش معقول. ايوه انا لا مستحيل. بقولك انا مستحيل. انا بس دول لقوها مرميه في الطريق، وامها كانت بتصرخ وبتبكي، وما كانش في حد جنبهم. ايوه ما كانش في حد جنبهم. ايوه ما هو انا رحت بلغت الاسعاف بعد الحادثه على طول. وبعدين طب ما تتكلم، انت ساكت ليه؟ اتكلم. كان عندي حاله مستعجله. بنت الوزير. بنت مين؟ بتقول بنت مين؟ بنت الوزير يا مديحه، بنت الوزير رئيسي ورئيس رئيسي. الراجل كان منزعج ومنهار، وقلت له ان انا جاي مسافه السكه والمطر والغيام. انا ما بتكلمش على المطر والغيام ولا الحادثه نفسها، انا عايز اتكلم عن صرخه الام. صرخه الام يا عادل، يا دكتور عادل، صرخه الام ما حركتش حاجه فيك؟ ما هي دي اللي مش مخلياني قادر انام دلوقتي يا مديحه. هي دي دلوقتي بس مديحه. مديحه ارجوكي ارجوكي حس بيا، ده الوزير. الوزير يا مديحه. لا يا عادل، مش الوزير وبس، مش الوزير، في حاجه اقوى. حاجه اقوى؟ ايوه حاجه اقوى، بقت جزء منك للاسف، وجزء كبير. حاجه اقوى ايه وجزء كبير ايه؟ انت عاوزه تقولي ايه؟ عايزه اقول انك عايش بقالك سنين في وهم كبير اسمه المجد. المجد؟ ايوه دكتور عادل ابو المجد، المجد اللي شرخ شخصيتك. مديحه انا ما اسمح لكيش تكلميني بالطريقه دي. يا خساره يا عادل. ارجوك يا مديحه يا ما ترجيتك ان يبقى حبك الاول لمهنتك اللي احنا حبيناها سوا، لانسانيتك اللي احنا حبيناها سوا وعشقناها سوا وكافحنا عشان نحافظ على مبادئها. يا مديحه انا انسان. ايوه انسان، عشان كده سبت الطفلة المسكينة في وسط الطريق في الضلمة وامها جنبها بتصرخ وجريت. الدكتور عادل جري لأنه ما كانش فيه في ودانه غير صوت واحد. لا. هو اللي بيرن. لا. المجد. لا. المجد. لا. إنما صرخات المساكين لا. مديحة لا، كفاية. ايوه كفاية. صرخات المساكين دي سيبها للدكاترة المبتدئين. لا يا مديحة، اللي لسه ما يعرفوش الدنيا على طريقته. مش كده يا دكتور؟ انا بلغت الاسعاف قبل ما اوصل للحالة اللي طالع عشانها. افهمي بقى افهمي. فهمت بس متأخر قوي. فهمت. مديحة ارحميني. كفاية اللي فيا. كفاية فعلا. كفاية. مديحة. نعم. هنستمر على كده كتير؟ كده ازاي يعني؟ انت بقالك اسبوع ما بتقوليش غير جملتين، صباح الخير تصبح على خير. تصبح على خير يا دكتور عادل. مش معقول يا مديحة كده. مش معقول فعلا، مش معقول. ولا كنت اتصور ان ده يحصل. فاكر يا عادل اول ما عرفنا بعض؟ طبعا فاكر يا مديحة.
وده اللي مخليني مش متخيل ان علاقتنا توصل لكده. كنا بنبقى ماشيين في الشارع جنب بعض ايدي في ايدك وعملين نقول لبعض احلى كلام ونحلم اجمل الاحلام، وفجأة تسيب ايدي عشان تعدي راجل عجوز رايح الرصيف التاني من الشارع. احاسيس رقيقة كانت بتهزني وتشدني ليك اكتر واكتر. فاكر يا عادل؟ فاكر لما كنا بنجري ناحية الاوتوبيس قبل ما يدخل على المحطة ونصارع ونعافر عشان نلاقي كرسيين جنب بعض، واول ما نقعد نبتدي نتكلم ونهمس ونقول كلام كتير وتعدي المحطة والتانية وتطلع ست عجوزة وهوب الاقيك وقفت وهي اللي قاعدة جنبي. صحيح انا كنت بتضايق لحظتها، لكن مجرد ما كنت بقعد مع نفسي كان حب ليك بيزيد واعجابي بيك بيزيد اكتر واكتر. بطمن على بكرة، لكن ما كنتش اعرف ان بكرة هيغدر بي. مديحة فين انت بين امبارح والنهاردة؟ فين؟ ياريت تحاول تسأل نفسك وتجاوب صح. انا عارف ان السؤال صعب والإجابة أصعب. مديحة تصبح على خير، تصبح على خير يا دكتور عادل. صباح الخير يا يسر. يسر صباح الخير يا عنيا. صباح الخير يا ماما. أنا فين يا ماما؟ انت في المستشفى بس بقيتي كويسه، بقيتي احسن. انا كل جسمي بيوجعني يا ماما ودراعي اكتر اكتر. يا رب يا رب الرحمه من عندك، الرحمه من عندك يا رب الرحمه. دكتوره مديحه اهلا وسهلا. اهلا بيك، قلبي معاكي. صباح الخير يا يسر. صباح الخير يا طنط، قصدي يا دكتوره. لا انا طنط او ماما مديح، بس ده بعد اذن ماما طبعا. ده احنا اللي لينا الشرف يا دكتوره، احنا متشكرين قوي على الزياره دي. ده الدكتور عادل بيجي لنا كل يوم، ده ملاك، ملاك يا دكتوره، ملاك فعلا ملاك. انا مش طمعانه غير انه يرجع عادل الانسان، الانسان وبس. في ايه يا دكتوره؟ حضرتك بصيتي ليسر وسرعتي. لا ابدا مفيش. يعني يسرى هتخف قريب وهتروح المدرسة تاني زي بقية الأطفال؟ طبعا طبعا إن شاء الله. بس أنا خايفة، خايفة على دراعها قوي. ده اليمين يا دكتورة، اليمين. اليمين؟ أيوة اليمين. ياريت عادل كان فاكر اليمين، اليمين اللي حلفناه يوم ما تخرجنا من الكلية. لو كان فضل عايش في دماغه وقدام عينيه ما كانش كراله اللي كرا. جرى يا مديحة؟ كوباية الشاي اللي طلبتها حطيتها لك في أوضة نومك. ايه المطلوب تاني؟ طب انت رايحة فين دلوقتي؟ رايحة انام في أوضة تغريد، هي محتاجاني اكتر. عن اذنك، على فكرة في تليفون جالك من ساعة وانت برا، واحد من الصحفيين عايز يعمل معاك ريبورتاج مصور بمناسبة فوزك. اسمه ورقم تليفونه كتبتهولك في ورقة على مكتبك. مديحة انتي مش سكرتيرة، انتي مراتي يا مديحة. فعلا مراتك، بس اعمل ايه؟ مش بيدي. ياه للدرجة دي؟ انا بقيت سيء يا مديحة للدرجة دي؟ دكتور بدر. ايوه يا فندم. شكل لجنه لفتح صناديق الجراحه الجديده النهارده يا فندم. ايوه النهارده، وكمان اللجنه تبدا شغلها النهارده. عظيم عظيم جدا يا فندم. وقسم التركيبات يجهز ويبدا شغله من بكره الصبح. امرك يا فندم. انا فندم نوباتشي ما بيت النهارده، يعني هتابع تنفيذ كل التعليمات. وانا كمان بيت في المستشفى النهارده. حضرتك؟ ايوه، في موضوعات تخص المستشفى عاوز اناقشها معاك. امرك يا فندم. دكتور بدر. ايوه يا فندم. مريت على عنبر 6 النهارده؟ ايوه يا فندم، اللي فيه طفله يسر
بس للأسف لاحظت أن صوابع إيديها اليمين مالها؟ حركتها ما فيهاش تحسن. فين الريبورت؟ معايا هو، اتفضل. اعملوا لها أشعة على دراعها وعلى دماغها وشوف الأشعة النهاردة. بس دكتور الأشعة لسه ما وصلش. ما وصلش؟ ما وصلش يعني ايه؟ دي الساعة 12. هو للأسف متعود يتأخر، وانا سبق كتبت لسيادتك قبل كده. و اسمه ايه الدكتور ده؟ الدكتور نبيل رفعت. اديني رئيس قسم الأشعة. اتفضل انت يا دكتور بدر. الو، صباح الخير يا دكتور نشأت. نبيل رفعت لسه ما وصلش؟ وصل دلوقتي؟ طب ابعتهولي فورا. في موضوع، في طفلة في عنبر 6 جراحة، لو سمحت انزل بنفسك اعمل لها الأشعة المطلوبة وتجيني النهاردة. ايوه النهاردة. مش كده بطل عيار يا ماما؟ حرام عليكي، نفسي اشوفها. طب عشان خاطري نروح بكره، بس انا النهارده تعبانه قوي يا حبيبتي. تعبانه بجد؟ ايوه بجد يا حبيبتي، تعبانه تعبانه قوي. تعبانه؟ انا تعبانه يا ماما. انا خايفه عليها قوي يا دكتور عادل. بعد الحقنه دي هتتحسن ان شاء الله. عاوزة اروح المدرسة يا ماما. طول الليل على كده يا دكتور، هتتجنن على المدرسة. ان شاء الله هتخف وهتتحسن وهتروح المدرسة. هتروح. ده اللي حصل لبنتك امبارح يا دكتور عادل. كانت بتترعش؟ ايوه كانت بتترعش، وكانت على وشك انه يحصل لها تشنجات لولا ان انا كنت جنبها. تشنجات؟ ايوه. هي فين دلوقتي؟ في اوضتها. نايمه ولا صاحيه؟ نايمه. طيب اول ما تصحى اديني خبر، انا مش خارج النهارده. حاضر يا دكتور عادل. تغريد، تغريد يا حبيبتي، قومي قومي يا حلوة. بابا. أيوة بابا يا حلوة، قومي والبسي عشان خارجين. أنا مش عايز أخرج يا بابا. إحنا مش هنتفسح، إحنا رايحين مشوار مهم. ها؟ مشوار مهم؟ فين يا بابا؟ حذري فذري، هنروح فين؟ عندي يسر يا بابا، عندي يسر. أيوة حبيبتي عندي يسر. يا حبيبي يا بابا، يا حبيبي، أنا بحبك قوي بحبك قوي. وأنا كمان يا حبيبتي بحبك قوي قوي قوي، بس أنا عندي شرط قبل ما نروح. أنا موافقة على كل الشروط يا بابا، موافقة على كل الشروط. نروح السوق الأول ونشتري لها عروسة كبيرة وجميلة وعلبة بونبوني كمان. أنت عظيم قوي يا بابا. أنت عظيم بابا في الدنيا، وأطيب دكتور في الدنيا كمان. أطيب دكتور في الدنيا؟ طب إزاي؟ إزاي؟ دكتور بدر. أيوة. لو سمحت اتصل بجامعة اسكندرية واسأل على ميعاد وصول دكتور جونز. دكتور جونز؟ أيوة، ده جراح أعصاب زائر. هي المستشفى بتاعتنا هتكون في برنامج زيارته؟ لا لا، هو برنامجه مرتبط بجامعة اسكندرية بس، بس هو له أبحاث مهمة في مسألة تهتك الأنسجة، ممكن تنفعنا في مسألة دراع يسر. فكرة عظيمة يا دكتور. يعني مبسوط؟ طبعا يا فندم مبسوط جدا. طب يلا شد حيلك. أنا تحت أمرك، ولو عاوزني أسافر اسكندرية بنفسي أسافر في أي وقت. أنا واثق يا بدر من حبك لمهنتك وعملك. ألو، مين بيتكلم؟ اهلا شاهين بيه، اهلا.
آسف ما خدتش بالي من صوت سعادتك. إيه مالك؟ صوتك مش بالمرح المعتاد. لا أبدا مفيش. طب اسمع بقى، عندي خبر تقيل قوي أستحق أنك تهنيني عليه. خير؟ العربية الجديدة إياها اللي نزلت السوق السنة دي، فاكرها؟ أظن كده. أنا خدت التوكيل بتاعها وبسعر تمام. مبروك. لا 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 وألف لا، مبروك حاف كده ما ينفعش. أولا في حفلة كبيرة، وبعدين أنت كان نفسك تشتريها. كان حلوة كان دي. مش ناقص غير انك تقول لي ان حالتك مش متيسرة الايام دي. على عموم انا هعملك تخفيض انت والشلة 5%، ايه رأيك؟ معلش يا شاهين بيه، انا في ظروف مش تمام ويستحسن نأجل الموضوع ده شوية. على عموم الشلة كلها حجزت، وانا برضو هعمل حسابك والجيب واحد ومسيرها تفرج. ان بعد العسر يسرى، ولا ايه؟ ايوه ونعمل كلام. إن بعد العسر يسرا، إن بعد العسر يسرا. دكتور جونز وصل يا دكتور عادل، وحجزت الميعاد المطلوب. الله يفتح عليك يا دكتور، أهو كده. وعليك يا دكتور. دكتور عادل، أنا لي عندك طلب. أؤمر. لا العفو، أصل في حالتين أطفال بالظبط زي حالة يسر، بس يعني في الدرجة الثالثة المجاني. يا ريت حضرتك حضر لي ملفاتهم وهاتهم لي مع يسر فورا. كنوز الدراع. لو سمحت يا دكتورة مديحة، حضري لي شنطة السفر. سفر؟ أيوه، مسافر اسكندرية بكرة الصبح. بس ده بكرة الاحتفال بيوم المستشفيات، وبالتأكيد وصلتك أنباء إن المرشح للفوز بدرع الإدارة. نعم. والمدير الفائز لابد يتسلم الدرع وسط الكاميرات ومندوبي الصحف وخلافه. أنت بتتكلم جد؟ أيوه، لأن عندي في اسكندرية ما هو أهم. أهم؟ أيوه يا مديحة، أنا مسافر مع المجد الحقيقي، مع يسر. كنتم مع إنعام سلوسة، جلال توفيق، علي عزب، مهجة البطوتي، منى الأمير، سعيد عمارة، متولي علوان، جمال زغلول، سعيد عبد العزيز، منى مجدي، ومروة إبراهيم. قامت بدور المذيعة منى عجب.